عندما تكون ظاهرة التفرق منبثقة من اختلاف المطالع، الأمر بسيط جدا جدا، اختلاف المطالع لا يتسبب عنه هذا التفرق الذي آل إليه المسلمون. نعم يا اختلاف مفتي. المطالع من قبل كان موجود، بلاد الشام تحت سلطة معاوية رضي الله عنه، نعم قرروا أن العيد يوم كذا، في حين أن المسلمين في مكة والمدينة نعم ما ظلوا صائمين. أم كريب نعم عادت من الشام إلى المدينة المنورة وسئلت عن نعم، قالت لقد رأوا هنالك الهلال، قال أما نحن فلم نرى ولا نزال نصوم طبقا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. هل دارهم اختلاف المطالع في هذه المسألة البسيطة عن وحدتهم؟ يعني فرق وحدتهم؟ يا أخي هي مسائل بسيطة، خليوني يختلفوا في اختلاف المطالع قد ما بدون. ألا يختلفون في مواقيت الصلاة؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، كل بلد يصليها في وقت معين، كل بلد الأذان في ميقات غير ميقات الأذان. كما ليست عوامل الوحدة أو التفرق تكمن في هذا، عوامل الوحدة ولا الشتات تكمن في المبادئ. لما بارئ عز وجل وضعنا أمام معتقد جامع ووضعنا أمام شريعة جامعة، أقول عن الثوابت النواحي الاجتهادية لا حرج، طيب التزامنا بهذه المبادئ الفكرية زائد التزامنا بالتطبيقات السلوكية هو الذي يوحد، ونحن في هذا متدابرون، يعني لا نطبق أحكام الشريعة الإسلامية.